وكل بنات اليوم ان شاء الله غادي نحضروا التقنته كما سبق لي كنت حضرتها معكم. الرابط ديالها غادي يظهر في الفيديو. مهم غادي نحتاجوا في المقادير، عندي هنايا الطحين على حسب النوعيه ديال الطحين، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه. هنايا انايا اللوز خديت واحد 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال اللوز، فسخته في الماء، خليته بات ليله كامله حتى نشف وهرمشتو بحال هكذا. سكر كلاصي على حسب الحلاوه. هنايا عندي شويه تاع الزنجلان انايا حمرته، بعد غادي نهرمشو. التقنته ديال اليوم غادي تكون شويه مختلفه لحقاش غادي نديروها بدقيق القمح، هذا هو الدقيق تاع القمح. انايا غربلتو متكن الخلا ديالو، خليته غير هكذا. كنحتاجو لواحد القبيصه ديال الملحه، كنحتاجو للزيت. الزيت كيبقى التقنته كتبقى على حسب الكميه ديال شحال نتوما غادي ديروا التقنته، واش غادي ديروا بزاف واش غادي ديروا شويه. كما كنقول لكم دائما اللي غادي يجرب اي حاجه يجربها اول مره كيدير غير شويه اولا كيدير نص ديال المقادير. هنايا بسم الله غادي نبدا. هنايا كندير الزيت، وكما قلت لكم انا هنا خديت كاس تاع الزيت. التقنته حنايا في جهه الشرق كنديروها في ملي كتكون عندنا الزياده اسبوع كنديروها في 3 ايام، ملي كيكون عيد المولد النبوي كما دابا هذه الوقيته ديالو كنديروها فيه ضروري كتكون عندنا حضره تقنته مع التمر، وخصوصا في الزياده في 3 ايام اللي كدير نفيسه 3 ايام كنعرضوا للحباب والعائله، وكنديروا التقنته مع بركوكش. حتى هو كنسبق لي واحد درتو معكم. غادي كما شفتوني انا وضعتها في واحد الطنجره، غادي نشعل عليها. كنضيف واحد القبيصه ديال الملحه، غادي نضيف هذاك الكاس ديال القمح. انايا كندير كلشي بارد في بارد، كاين اللي كيدير كيسخن الزيت والطحين، انا غادي نقص ليها والطحين كيحمرو، هذا الطحين كيحمرو من بعد كيخلط كلشي. انايا كندير البارد في البارد وكنخليها كطيب على خاطرها، كطيب على نار مهيله، مره مره كنحرك فيها، ضروري الناس النار تكون مهيله باش ما تحرقهمش. صافي كتبقاو تحركوا فيها مره مره حتى كتحمر وتاخذ داك اللون الاحمر. هنا كيما شفتو درت معايا داك الكاس تاع ديال الزيت، درت قبيصه تاع الملحه، هذاك الكاس ديال القمح. دابا غادي نضيف الطحين شويه بشويه. هنايا كمية ديال الطحين ما معبوراش لحقاش غادي ندير على حساب الطحين، كاين اللي كيشرب الزيت كاين اللي لا. وغتشوفو معايا كيخاصو الخليط يكون القوام ديال تقنتها كيخاصها تكون. نتمنى تجربوها راه كتجي لذيذة، الحمد لله بزاف ديال البنات جربوا التقنتة اللي كنت كنسبق لي وحطيتها معاكم، الحمد لله وعجباتهم وكانت هما أول مرة كيجربوها، كنشكرهم بزاف. هنايا اللوز انا غادي نديرو خضر كما شفتو معايا الوقيته اللي كنت حضرتها لكم من قبل كنت درتو طايب، هنا غادي نديرو خضر. صافي هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه بحال هكا، ما قاصح ما جاري. انا غادي نزيد شويه ديال الطحين. صافي دابا غادي نخليها على نار هيله كما قلت لكم، ها هي النار هيله. صافي كنخليها مره مره كنبقى نحرك فيها حتى غادي تاخذ هذاك اللون الذهبي. هي تقنته ما تخليوهاش حتى تحمر بزاف لحقاش كيرجع ليها هذاك اللون، يعني ملي تشوفوها بالذات اللون اللي بغيتوه نتوما صافي كطريدو، لحقاش ملي كطفيو عليها كتخليوها كتزيد داك اللون ديالها كيزيد يطلق. انا غادي نوريكم ان شاء الله انت خاصك تطفيو عليها. صافي دابا غادي نبقى مره مره نحرك. هنايا كما قلت لكم نحركوها مره مره، هنايا بدات تاخد اللون، غادي تشوفوا معايا ها هو هنايا كما كتشوفوا معايا بدات تاخد اللون، والنار خاص تكون مهيله باش ما تحرقناش. صافي نبقى مكملين بهذه الطريقه.
هنا هذا هو اللون اللي بغيت انا نتحصل عليه. صافي هنايا راني طفيت عليها اللون اللي بغيتو انايا كما قلت لكم. نسوي عليها قبل باش تبقاش سخونه كترجع عليها. هذا اللوز اللي عفوا الزنجله اللي كنت هرمشتو ما طحنتوش كامل، هرمشتو غير شويه، باقيين حبيبات مازال واقفين. بغيتو تطحنوه طحنوه. صافي غادي نضيف السكر. السكر كيبقى على حسب الحلاوه كما قلت لكم. من الاحسن نضيفو هذا السكر كلاصي، لحقاش السكر سالي كي ملي كتاكليها كيبقى يتمغزز. السكر كلاصي كيذوب. صافي خلطها، نخليها حتى تبرد مزيان مزيان، ومن الاحسن تبات الليله كامله. صافي كنقدموها مرافقينها بالتمر. ها هي تقنته ديالنا واجده كما كتشوفوا معايا، دائما كنرافقوها بالتمر انا وليداتي كياكلوها بالخبز. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.